وفي الوقت نفسه ما ينبغيش الناس حتى الحلال من الدنيا ما ينبغيش أن يكون هو في قلوبهم، أن يكون هذا هو مقصدهم وهذا هو يعني مبتغاهم من حياتهم، بل الهدف الأسمى هو إقامة الدين ونصرة الحق ودفع الظلم. فإذا كان هناك إنسان واحد مظلوم، معروف أن نصرة مظلوم واحد خير من عبادة سنة. الناس اللي في ديننا ولا يعني بلد بأكمله محاصرون، ممنوعون من كل ضروريات الحياة، ممنوعين من الغذاء ومن الدواء ومن يعني كل وسائل، وعدوهم معروف أنه معتدي وظالم من غير أي جريرة. فهم عدوهم يتاجر بكلمة الإرهاب، وهم من طرد الإرهاب وقهر الإرهاب، لكن عدوهم يتخذ هذا شعار فقط بحيث يسترضي أعداءه ويسترضي الظلمة والأجانب، بحيث يعطوه الإذن في التسلط بهذه يعني بهذا الشعار الفاسد. وهو في الحقيقة عدوهم هذا هو الذي يدافع عن الإرهاب ويناصر الإرهاب، ولكن هم لا ينظرون إلى الحقيقة ولا ينظرون إلى الحال ما هو، إنما يعني يتعاونون مع كل من يريد أن يقوم مع وطنه، وكل من ينشد الحرية، وكل من ينشد العدالة، وكل من ينشد أن يكون لوطنه بلد واستقرار وقوة، هذا لا يريدونه. وإذاك تراهم الآن كما علقت السيدة الاتصال يعني يريدون أن يهيمنوا على الدنيا. الأمريكان الآن يرتكبون جنون يعني لا نظير له، ولعل هذا بداية نهايتهم، إن استبداد واستعلاء في الأرض وغطرسة يتحكمون في كل الدنيا. أي مشكلة في الدنيا يقول نفعل ونأمر ولا نسمح ونسمح ونفعل وكذا، يعني هذه الغطرسة إلى متى تستمر؟ وكل البلاد العربية والإسلامية الآن يرون ما يحل بهم من يعني الظلم ومن القهر ومن المذلة.